عليه وآله وسلم ذكر شيئا من الأحداث التي تقع في الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك في رؤيا، رأى أنواعا من العذاب التي تقع على بعض العصاة. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على رجل وإذا آخر، يعني انطلقت أنا وجبريل وملك، وإذا آخر، إذا رجل آخر بيده كلوب، وهو حديدة مثل السكين تكون معقوفة من أعلاها، تستعمل عادة لحمل اللحم وتعليقه ونحو ذلك. قال: وإذا رجل في يده كلوب، وإذا الرجل الآخر بين يديه، وهذا الرجل الذي في يده الكلوب يضع الكلوب في فم هذا الرجل الآخر فيشق فمه حتى يصل إلى أذنه. يقول عليه الصلاة والسلام: فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى ما بعد أذنه، إلى القفا، ثم يخرج سكينه ثم يضعها في الجانب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى الجهة الأخرى، فإذا هذه الجهة الأولى قد عادت كما كانت فيعود إليها يفعل بها ذلك، فهذا عذابه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فزع، فعلا منظر مفزع، فزع، قال: سبحان الله، ما هذان؟ يعني لماذا يشق ولماذا يعذب؟ ما هذان؟ فقال له جبريل: انطلق، انطلق. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا. ثم في آخر الحديث قال له جبريل: وأما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يصطنع الكلام. وقد كان هذا ربما صعبا، أن يكذب المرء كذبة تبلغ الآفاق ربما كان صعبا فيما مضى، لكنه اليوم ربما بكتابة في صحيفة أو كتابة في شبكة الإنترنت أو كتابة أحيانا بالأجهزة الحديثة يصنع الإنسان خبرا أو يكذب كذبة أو يحكي أي شيء، ثم تجده ينطلق بضغطة من يده واحدة. الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. والكذب أيها الإخوة الكرام مراتب، فأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز أن يقول المرء إن الله حرم هذا أو إن الله أباح هذا وهو لا يعلم، فإن هذا كذب على الله تعالى وعلى أحكامه. وكذلك أن يروي المرء حديثا يكذبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بأبيه وأمي: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قبل أن تتكلم بحديث تأكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، وقبل أن تنقل حديثا، قبل أن تنقله إلى غيرك كتابة تأكد أنه حديث صحيح قبل أن تنشره بين الناس، أو أنه جاءك من ثقة يتأكد من هذه الأحاديث.